احكي لك، احنا رحنا نغسل واحد انا وصديق ليا، ايه فانا كان عندي ظروف، عندي ضيف، وهو كان عندي يودي ولاده المدارس او حاجه زي كده. ايه بعد ما غسلنا واحنا مصلين عليه انا وهو في قلب شقتهم، ورحنا ماشيين ما حضرناش الجنازه يعني. لا مانع. نقدر؟ نعم بقول نقدر. بإذن الله. جزاكم الله خير، حياكم الله يبارك. حياكم.